معاه الحمية، عنده صار معنا عنده حق الرد على شيء تفضلت فيه عن اتفضل الحزب احكي القومي. يحكي. استاذ معن حمية، عميد الاعلام بالحزب السوري القومي الاجتماعي، مساء الخير واهلا وسهلا فيك. يسعد مساك، الله يخليك ويسعد تفضل اهلا وسهلا. مساك المشاهدين. حبيت اتعلق على شيء حكي الاستاذ جوزيف. اكيد انا وردني، انا ماشي على الطريق، كنت في مشوار بعيد شوي وماشي على الطريق، بس ما عرفت السياق شو هو اللي عم يحكي فيه. بس العبارات اللي تروح فيها الاستاذ جوزيف بانه الحزب القومي اللي صاحبه فلان واللي صاحبه فلان، حقيقة ما بعرف منين جايب هاللغة هيدي ومنين جايب هالتوصيف هذا. هو بيعرف أعرف الناس، هو صديق بالمناسبة، هو أعرف الناس إنه الحزب السوري القومي الاجتماعي حزب أساسي بالبلد، حزب أساسي مش بالبلد، حزب أساسي بكل بالبلد وبالأمة، وهو حزب أساسي بالمقاومة وأساسي ببناء البلد والدفاع عن السلم الأهلي بالبلد والدفاع عن لبنان المدني الديمقراطي. ما بعرف منين هالتوصيفات اللي اخترعها الاستاذ جوزيف، ما بنعرف شو هي الاهداف وشو هي الاسباب اللي بتخليه يوصل لهالمواصيل هيدي بالتعاطي مع احزاب عريقه بتحترم نفسها، مع احزاب عريقه لها علاقه بتثبيت كل مبدا الدوله بلبنان. يعني بهذه المناسبه انا بالمنطق السياسي في شيء من الاداب السياسيه، في شيء من الاحترام السياسي، في شيء من التقدير السياسي. بلبنان تحولت الشاشات وتحولوا المحللين السياسيين يعني مجموعه من الشتانين. ما بيصير هالكلام ولا بيحصل هالكلام. بالنتيجه الحزب القومي حزب شهداء، وحزب قومي هو ومواقفه الاستاذ جوزيف باكثر من محطه واكثر من مناسبه بتاكد على هالشيء. فشو هي المناسبه هلا اللي استدعت الاستاذ جوزيف يفوت بهالاتجاه هذا وبتسمية حزب بانه بصاحبه فلان والفلان؟ خليك معنا استاذ معن، خليك معنا لنشوف استاذ جوزيف شو راح يقول لك. انا عم بعتبر حزب الله هو الحزب الاكبر بالبلد، وعندما يعدوا مع حزب الله وياما حزب الله تدخل بيناتهم بمصالحات. انا ما عم اقول انه قلت لصاحبي، مش على صعيد يعني انه باعتبار انه حزب الله هو حزب يمكن هو المقاومه الوحيده بعدها بالدول العربيه. انا بقدر شهدائهم وقلت لك وحكيت قبل شوي وحكيت يمكن هي بسياق الحديث وردت، يمكن لا هو يمكن لا انه لصاحبه انه في مونه لحزب الله على عدد من الاحزاب بين الحزب القومي، هيك قصدي. انا يعني ما قصدت غير شيء. بعدين انا بدي اساله الاستاذ معن، هو صديق دخلك، حضرتك مش طائفي، حزب سوري قومي اجتماعي معروفين، وانتم جماعه خي محترمين ودبلوماسيين، بس فيك تقول لي ليش ما بترشحوا اي شخصيه اسلاميه على مركز نيابي؟ يعني بس سؤال، بس سؤال، هذه براءه، انا مالي شيء، انا عم بسال. ايه انا بدي اقتني بهذه المناسبه لاقول انه ما زالت المساله، يعني اذا معك سوء تعبير طلعت لصاحبه يعني مسموحه القصه، بس انه لا لا انا عم اقول لصاحبه يا استاذ معن، لصاحبه باعتبار المونه، باعتبار المونه الى ما هنالك. لا اقول لك شر لصاحبه معنيته في مونه خارجي عن مقصود، الموني خارجي عن الاصول هيدي ما بتمشي مع الحزب القومي. ما سمعت، الحزب القومي مع انطون السعادي، ما عم بسمع انطون السعادي اللي بيقول لبنان هو لبنان نطاق كمان للفكر الحر، انطون السعادي اللي اطلع المقاومه، انطون السعادي اللي عمل فكر مدني ديمقراطي. بالنسبه للسؤال اللي عم تساله يا استاذ جوزيف انه ليش ما بيرشح مثلي، ليش بالحزب القومي مصنف اذا مسلم او ما انا ما قلت لك، انا ما انا قلت لك، ما انا قلت لك يا استاذ معن يا حبيبي، انا قلت لك، انا قلت لك انتم حزب مش طائفي، ليش ما بترشحوا واحد مسلم على مركز نيابي على طول بتنقوا على وبعدين بعدين بالحكم في حاطه منك يا استاذ جوزيف، يا استاذ جوزيف اسمعني شوي، انت بالاستوديو استاذ، انت بالاستوديو حتى يكون عندك احاطه بالمثل، بدك تعرف انه الحزب رشح عن المقاعد الشيعيه، وبدك تعرف انه الحزب القومي رشح عن المقاعد السنيه، وبدك تعرف انه الحزب القومي رشح عن المقاعد الدرزيه، هذه لازم تعرفها كمان، انت مش لازم تكون تايه عليك المساله. استاذ معن لو ما تحالفتوا مع التحالف الشيعي ما بتطلعوا. على هذا استنتاج من عندك، مش كل استنتاج عندك يعني هي صح. يمكن اذا ما تحالف معنا اخرون ما كانوا طلعوا بالمساله كمان،
نحن حزب، وبتعرف انه نحن حزب اساسي، وبتعرف انه نحن باماكن اساسيه فتنا بمعارك ضد الطبيعة وضد العدو ونجحنا، وهذه الكورة خايف تتقال على ذلك. انا ما عم اقول لك نعم. انه انتم ما نجحتوا، انتوا بسوريا قتلتوا وراحتكم شهداء، وانا رحت عم حردي وعسائل بي وقت كان الازايف عم تنزل بالصواريخ، واجتمعت فيكم هونيك. انت يمكن حضرتك ما معك خبر، انت لا معي خبر، بعرف. لا لحظه، لكن انت كنت وهلا عم تسوق السياره، لو حاضر الحلقه من اولها ما كنت بتحكي معي هيك وبتنفعل. لا يا الحزب السوري القومي الاجتماعي صاحبه أنطون سعادة، صاحب أصحاب السعادة اللي قدموا دينهم ودافعوا عن لبنان وأفشلوا مشروع تقسيم لبنان اللي بعد الأزديين حاولوا يقسموه، هذا الحزب القومي، هذا صاحب الحزب القومي. نعم استاذ معن، بس انا خليني اقول لك تنختم هذا النقاش، لانه الحلقه نحن مش عن الحزب القومي، نحن الحلقه عم نحكي عن مواضيع كثيره، بس وردت على لسان استاذ جوزيف، وانا متاكد انه قصده بمعنى المونه بالمعنى الايجابي مش بمعنى السلبي. على كل حال يعني بتحب تضيف شيء؟ يعني الان لك حق الرد كامل. ابدا، بس بهيدي الخصوص يعني بتمنى على الاستاذ جوزيف هيدي هذا الكلام لصاحبه، انا بدي ركز سياسه اساسيه انه الحزب القومي مش صاحبه حدا، صاحبه الحزب القومي صاحبه أنطون سعادة، مؤسس هذا الحزب اللي قدم على مدار سنين شهداء وتضحيات ودافع عن لبنان بوجه العدو الاسرائيلي وقضى على المشروع التقسيمي بهذا البلد. اهلا وسهلا فيك استاذ معن، واكيد نستغرم المناسبه لندعيك على حلقه تلفزيونيه باي وقت بتلاقيه مناسب، حضرتك او اي شخص من الحزب السوري القومي الاجتماعي بتعرفوا انه دائما مرحب فيكم مثل كل الافرقاء والاحزاب على شاشه الاو تي في. اهلا وسهلا فيك.